تهم موضوع المتابعة، 51% تمت متابعتهم بتهم، تهم السرقة، سرقة مصابة، سرقة مقرونة، 12% بتهم الاعتداء والضرب وتهم أخرى، والتجارة في المخدرات 90%، وهاتف العرض والتغرير بقاصر بنسبة 90%، ومحاولة السرقة بنسبة 4%، والشغل أي الدائرة في موضوع ديال الشغل في الملاعب 4%، في حين أن 2% تبعوا بتهم محاولة قتل وتشكيل عصابة إجرامية والضرب المفضي إلى الموت وعدم التقرير، بينما تبع باقي التهم أخرى مثل قتل العمد والابتجاز وتعنيف الشرطة والقتل غير العمد وبلوج أنظمة المعالجة الإلكترونية والاعتداء على ممتلكات الدولة أو ممتلكات الغير وتعاطي المخدرات والعمد. نعتقد على أنه من خلال الدراسة يتضح على أنه هناك ظاهرة جديدة يجب الاعتماد بها، وهذا أعتقد هذا الموضوع إلى أهل الشأن، وهي المتعلقة بشغب الملاعب وبالمشاكل التي تنتجها هذه الظاهرة في علاقة بدائرة العنف، وخاصة على أنه مجموعة من الأحداث اللي تكون السن ديالو تقل على 18 سنة ربما تيكونوا هما بالدرجة الأولى مسخرين أو هما ضحية ديال الجرائم أو مدفوعين من طرف جهات معينة، وبالتالي ربما المسألة ديال التعنيف والضرب والجرح هو الناتج بالدرجة الأولى، واحد العدد كبير منهم من هذا الموضوع المتابعة.